إذا عجلة الحظ اختارت الصورة حقتك لازم تنفذ الأمر اللي يجيك ولا تطلع برا التحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم من زمان عندكم والله. بس قبل ما نبدأ يا شباب، لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة. عجلة الحظ فيها الصور حقتنا وفي عندنا أوامر، ورم يا سعد. عندنا هذه الأوامر يا شباب. أوكي صحيح. إذا جات الصورة تبعك تسحب أمر ولازم تسوي الأمر هذا. أوكي حلو. بس الأوامر ما في رحمة. في رحمة في يمكن فيها شيء زين ولا لا؟ ما في شيء زين والله، ولا واحد ولا واحد. حلو مستعدين؟ طيب جاهزين؟ جاهزين. هيا بينا الجولة الأولى ونشوف عجلة الحظ إيش راح تختار. بسم الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال على طول، تعال حبيبي راح تروح فيها. والله ما اروح فيها، وش اروح فيها يا رب. بسم الله يا رب يا رب يا رب. وش تطلب من المطعم وانت تغني؟ صوت نبي الحان بالله. صوت ما تقول ابي برجر مع جبن. بالله سعود والله صعب، اخاف يهاوشني راعي المطعم. خليه قول له عادي امشي. حساب تكفى. هلا نبي صوت. بسخن بنطبل معك انه وكذا. نعطيك اعطوني لحن، اعطوني لحن كذا يا حبيبي. اخترع لو سمحت واحد برجر. برجر ضرب السكف والله على اللحن. ما ادري، نروح المطعم ونطلب نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام وديز. الله يقول لك دقيقه. لو سمحت واحد برجر سبايسي تشيكن والحجم وسط. سبايسي ماك تشيكن. يس حجم وسط مشروب بيبسي وكثر الايس. ايوه ايش ثاني بس؟ خلاص شكرا لك، اشوفك قدام. ثانك يو. الحمد لله يا ربي رباتوني. الله ينوريكم والله ينوريكم. بعد يعني اذا جانا مره ثانيه ما عاد نسحبه. خايفين منه؟ طلب والله فله. شوف انبسط هو قاعد يقول لي اوكي اوكي. جاء طلبي والله سويتها يا سعود صراحه. ما يعني شوف ترى في فايز بالنهاية، يعني قد أسوي أوامر بلاش. لا مو علشانك قاعد تعرق هنا خايف. والله ما خفت. والله ما خفت. طيب شيك وش أنت تقول له؟ طيب يا شباب أنا الحين سويت الأمر اللي جاني، الآن جولة جديدة ونشوف. الحين الجولة الثانية يا شباب. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب. أخر وأخر والله أنا ما بجاي. انا عبد الله كمان شيلو كمان ايوه تعال. يلا عبد الله اسحب. بسم الله بسم الله يا رب يطلع على شيء. تشتري لنفسك من البقاله وانت مغمض. شباب اخيرا نروح السوبر ماركت ونغمض عيون عبد الله ويشتري. ما ادري ما لي دخل، انت مغمض. ندخلك بقايا ندفك. يلا ايوه وصلنا للسوبر ماركت يا شباب، والامر اللي جاء على عبد الله انه يختار وهو مغمض، يعني ما ندري وش ممكن يختار. هل انت جاهز؟ جاهز بخشمي. واحد اثنين ابدا. والله الامر حلو ترى يا شباب الامر اللي جاء. خلاص خلاص في وقت. عطى شيء دقيقه. كرتون فاضي. ما يخالف شكل تعب. اوف مشتاق ينظر اكثر منه ذا. روح والله. ايوه خشش هنا عند المنافي. خلاص لا رجبك خلاص. عبد الله هاي نزل ايوه الله عجره زعدينا. ايوه حلو يا جماعه. استمر ايوه ودي امصحه. ايوه هذا صور حلو ايوه خلاص خذ وقت. ايش خلاص باقي 10 ثواني. يلا وش والله حلو كمل انت معلك. كمل اوف سعد يا خدري ذا. خلاص ستوب وش ذا سعد؟ مو بعقاب. وش المناديل ذا؟ نصها مناديل يا ابوي. مو بعقاب ذا، مكافأة. والله مكافأة يستاهل الأمر اللي جاء. يلا خذ اللي طلع لك تاخذه، ما لنا شغل. يلا الحين نشوف الأمر الثاني أو الثالث. يلا طيب الآن جولة جديدة. قبل شوي خلص عبد الله، الآن بسم الله وجولة جديدة. يا رب أنا خلاص تعبت. وش دخلني
بسم الله الرحمن الرحيم. تعال تعال اسحب. بسم الله بسم الله يا رب يا رب يطلع لي شيء قوي. ربه وشي ورني ورني ايش تنزل تشتري من البقالة برجل واحدة. تعال 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 يلا انزل انزل والله مو بزين يعني. اي عادي ما في حبيبي تجي يعني تجي. بسم الله. طيب طلع انه يتسوق برجل واحدة، هل انت مستعد؟ لا والله لوريك. انا اللي اسوق. انا اللي اوريه جاي عندي وماسك راسه ذا. ارفع رجلك كذا يعني. ايه. ايوه يلا تتسوق برجل واحدة اوكي يلا. ولك دقيقة واحد اثنين ابدأ. هلا 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 والله سعد. ايوه رجلك مرفوعة. لا لا خلوه خلوه شوي خلوه عطوه فرصة عطوه فرصة شوي. وسعد راحت 20 ثانية. بالكلغة هلا بالكلغة. ما اخذتونا ما اخذتونا يرعب. شكلي هل كنا مستر بن بعيدة مرة بعيدة مرة. يلا هيا 40 ثانية. ارفع رجلك. ارفع رجلك ارفع رجلك. ايوه ايش تبي ايش تبي؟ وخر وخر انا رجلك والله اكله فسحة فسحة مدرسة تونة. باقي 10 ثواني 10 ثواني سهل زبادي 10 ثواني سهل 10 ثواني 5 4 3 بيعت اللحم 2 1 والله تشبعت ترى اني تعبت والله تعب والله رجل واحدة غير محسوب غير محسوب. لا امهص بس يلا تونه وزبادي فاول. خلاص اللي معك هو اللي بندفع لك يلا. طيب الان بنلعب جوله جديده ونقول بسم الله من يا ترى. يلا سعد ام عبد الله ام دوري جاي خير مالي دخل دوري جاي هذا شغلني انا. تعال اسحب ايه 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 اسحب يلا اسحب يا ولد. خلنا انزل انا انزل. ايش ايش وين نجوم ايش هو نسحب من المحفظة حقتك فلوس. تعال وين يمين وين المحفظة حقتك طلع يمين طلع يمين طلع طيب طلع فلوس طلع بس اول شيء ورني كم في فلوس. الله ريال و500 و100 و500 والله والله يا رب. لا 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 وشو عطني اياها بس خلاص هذا جنب بعض وكل واحد مننا بيسحب نفس ما جاء في الامر بس بدون ما يشوف يلا. طب بس اذا ترى اذا سحبت الهواء اللي كل هواء اي الهواء يلا دوري. إيه يلا حط جنب بعض زين اوكي يلا غمض غمض اصبر يلا يلا اوكي انا اخذت الحين يلا اخذت خلاص انت اللعبه يلا ما انت يلا حط اسحب روح 500 باقي 100 500 حاول يا رب يا رب 500 يا رب يلا 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 ايوه يلا مالي دخل مالي دخل 500 بسم الله وجولة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب سعد دحوم دحوم باقي امرين خلاص ما يحتاج ليش كبير. يلا دحوم عندك امرين بس يلا يلا اقرا اقرا وحط عند الكاميرا حط عند الكاميرا عطنا نقراها. تلبس ثوب وشماغ وبشت وتختار اثنين ينزلون معك يسرون لك. انا على سكو وش ذا امر حلو لا لا اختار سعد وعبد الله عمك هيه ذيك مره قاعد يقول مسح لي ما هذا يقول وكلني اوه فانيسا فانيسا وش ذي يلا يلا بسم الله. دحوم يلبس ثوب وشماغ وبشت وكشخه ويروح سوبر ماركت واثنين انهم هذولي ابغى اروح مطعم بعد لا لا أبغى أروح مطعم. طيب الآن أنتم بتدلعون دحوم. اليوم دحوم. انزل طال عمرك يلا. وين وجهك؟ مشني. ها؟ شلني. شلني. بس سكر لك. يلا يلا يلا. اسمع الحين أنت تتدلع. شوف بالبشت والحركات والأمور تدخل السوبر ماركت وهم يشترون لك اللي تبغاه. بس بعدين اسمع. بس يبطل بس. آه دحوم. اسمع بقول شيء أنت تهمزني وأنت أباك تشتري. أقول أنت اختر اللي تبغاه.
يلا افتح الثلاجة، يقول افتح الثلاجة ما تنفتح. افتح بس ما تنفتح. لا خلاص سكت. هي مو بتعذيب هذه، لا ادخل كنا. افتح الثلاجة اسف. ايوه ابغى الثلاجة. ايوه يبي أيوة. فهمتوا انت اللي تدفعون بعد فهمتوا بشت. يلا الله يلا فهمتوا بشت. يبغى الكافي هذا. ايوه ولي وجه اللحم. والله كشخه يا عيال جيب. ها كيف؟ والله راحه نفسيه. شوف شوف شوف. ايوه ايوه يلا لا ابقى تكتب قصه. ابغى يلا اطلب اللي تبي. ابغى هذا يلا هذا شيل شيل شيل. انا شفت شاي اثنين. ايوه يلا ايوه قومي ما شاء الله عطيه ما شاء الله. ابغى ذا الملعقه سلمك الله. يلا وابغى هذا ال يلا حرك انت وياه حرك. جبها اشتغل انت. ايوه اشتغل هذا وجيب لي هذه الملعقه. ايوه ايوه شاطر. اقسمها طال عمرك. يلا يا ابوي يلا يلا. ها انت وين تروح؟ منك منك. وش تبغى؟ ابغى جيب جيب لي الذره معك. جيب لي العصير ذا جيبه. خلص بس وطير عقالك. ها يا ابوي خلصت؟ اسمع بعدها ابغى اسوي صور انستغرام. طيب وصورك انستغرام زين. ها دحوم اخر شيء تختار. ابغى يا حبيب قلبي تعال. يلا والله طويل. طب المفروض يشتري لنا شيء مكان. ها؟ ما اخذت شوكولاته؟ ما اخذت شوكولاته ما ادري. اخلص علينا خذ شيء. ابغى منديل. لا وين منديل؟ يا اخوي خذ بسرعه اي شيء. يخلص ترى لا شطني. خذ شيل لي هذا شيل. يلا خذها تم. لايك واشتراك بالله دعموهم تكفون والله العظيم انه ما احلى من الناس. حبيبي الله يسعدك شكرا شكرا. والله ختاميه رهيبه صح ولا لا؟ لا والله اي والله. طيب يا شباب اتمنى هذا التحدي او الفلوق اعجبكم. طبعا الهدف زي العاده تغيير جو ساعه صدر تضحكون نضحك. وحظي سيء اليوم. وانا حظي سيء قاعد اغني للمطعم بس طلبت طلبت وجبه وتغديت. صح تغديت من المطعم صدق تراني جوعان انا ما تغديت. طيب يا شباب لا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناه. نشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي. مع السلامة.